بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي إلا أسبوعين يفصلنا عن شهر رمضان، شهر الخير والعطاء. حقيقة تكثر مشكلة رائحة الفم الكريهة في هذا الشهر الفضيل، فأنا دائما أنصح كل مرضى يعني خصوصا اللي يعانون من جرثومة اللسان ورائحة الفم الكريهة لكي يتفرغوا للعبادات والطاعات في هذا الشهر الفضيل أن يعالجوا المشكلة. علاجها بإذن الله موجود، ما خلق الله من داء إلا وخلق له الدواء. زورونا في عيادات اليوتوبيا ستجدوا بإذن الله الحل الشافي والكافي لمشكلة رائحة الفم الكريهة واحد المسائل.